ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من كورس الأقصى. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجتين أو ثلاث حاجات في الترانسكريبشن في البروكاريوت. ركز معايا، لسه بنتكلم في البروكاريوت، ما خرجناش منه، هنخلص الحلقة دي إن شاء الله. وكانت ثلاث حاجات عبارة عن الـ DNA، الـ RNA بوليميريز اللي هو بيعمل الترانسكريبشن، والوحده بدون أي تدخل من أي إنزيم تاني بيعمل الترانسكريبشن لكل أنواع الـ RNA. ويكلمنا عن منطقة جواه اسمها او سلسلة جواه اسمها سلسلة سيجما اللي هي بتساعده على التعرف على المنطقة اللي هتم ليها الترانسكريبشن. واتكلمنا في الاخر عن منطقة البروموتور انها بتتكون من منطقتين، والمنطقتين دول كونسيرفد وبيتكون من 35 وسالب 10، وقلنا ان رقم سالب موجب واحد هو بداية الترانسكريبشن او بداية الجين بتاعنا. في الحلقة دي هنتكلم عن البروتين دي ان انتر اكشن او التفاعل ما بين البروتين والدي ان ايه. وخليني اقول لك ملحوظه كده على الماشي، عارف لما يقول معلومه اسرائيليه على جنب، اسمع المعلومه دي على الماشي. بما ان انا بتاع بايوتكنولوجي واهتمامي الشاغلني وكل حاجه بعملها في حياتي خاصه بالبايوانفورماتكس، ففي تقنيه مهمه جدا في المجال البايوتكنولوجي والمجال البايوانفورماتكس حديثه اسمها تقنيه التشيب سيك، واتكلمت عنها قبل كده في فيديو. والتقنيه دي بتدرس البروتين دي ان انتر اكشن، الانتر اكشن الذي يحدث ما بين الدي ان اي والبروتين. والمهمه دي بنحتاجها في البايوماتكس ان بيطلع منها بيانات كبيره جدا وكثيره جدا، فبنحتاج نعمل لها داتا اناليسيز عن طريق الالجوريزم بتاعه البايوماتكس. دي معلومه على الماشي عشان لو عايز تقرا في التشيبسيك والبروتين دي ان انتر اكشن هيكون موضوع مفيد جدا ليك. المهم خلينا نتكلم في اللي هنتكلم فيه النهارده. هنتكلم في الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين الانزيم وما بين الدي ان ايه. انزيم الار ان ايه بوليميريز اول منطقه يمسك فيها في الدي ان ايه هي منطقه سالب 35، وقلنا لو حصل تغير فيها يحصل ان البروتين ما يقدرش يمسك في الدي ان ايه. مسك البروتين، خلاص عرفنا الكلام ده. يبدا خلال حركه البروتين على الدي ان ايه يتم ارسال اشارات الى المناطق اللي بعد كده. ولكن خليني اعرف لك المنطقه دي ان البروتين ماسك في الدي ان ايه، ده احنا بنسميه الكلوز كومبلكس، المعقد المغلق. المعقد المغلق يعني ايه مغلق؟ يعني لسه الدي ان ايه ما تفكش عشان يتعمل له ترانسكريبشن. يا باشا لسه الدي ان ايه لازم يتفك عشان يحصل ترانسكريبشن، واسمع بقى الحته دي، لاحد شريطي الدي ان ايه. الدي ان ايه يتم نسخ شريط واحد بس منه، ليس شريطين. مش معنى ان هما رابطين في بعض يبقى ننسخ شريطين، لا، بيتم نسخ شريطين من الدي ان ايه، لان المعلومات الوراثيه موجوده على احد شريطي الدي ان ايه، قد يكون اللي في الاعلى وقد يكون اللي في الاسفل على حسب وجود الجين اللي الخليه محتاجه تعمل له ترانسكريبشن دلوقتي. على حسب وجود الجين اللي الخليه محتاجه تعمل له ترانسكريبشن دلوقتي، سواء هو في الشريط اللي فوق او في الشريط اللي تحت، في الحته اللي على اليمين ولا الحته اللي على الشمال، في اول الكروموسوم ولا في اخر الكروموسوم، على حسب الخليه عايزه تعمل ترانسكريبشن لمين. المهم يبدا في المعقد المغلق، يتم ارسال اشارات الى بقيه الدي ان ايه، بيقول له خلاص هو مسك في المعقد المغلق، افتح لي حته تتكون من 17 نيوكليوتايد بدايه من منطقه سالب 10. يبقى يبدا فك اللولب المزدوج لينفرد كل لولب بمفرده عشان يحصل نسخ احد شريطات دي ان ايه بدايه من منطقه سالب 10، وتتكون من 17 نيوكليوتايد. والمنطقه دي لما بيوصل الانزيم هنا بنسميها الكومبلكس، الاوبن كومبلكس او المعقد المفتوح. المعقد المفتوح بيكون بالشكل ده، هنا لسه مقفول ما يتفتحش، مسك البروتين هنا تمام، يبدا يتم اشارات، يبدا يفتح بدايه من 17 نيوكليوتايد بدايه من سالب 10 برورا بسالب 1. وعندما يبدا الانزيم في الترانسكريبشن طول ما هو ماشي يتفتح له الطريق، الدي ان ايه فك عن بعضه عشان يحصل ترانسكريبشن، ويبدا الانزيم يتحرك خطوه بخطوه. يعني ايه خطوه بخطوه؟ يعني نيوكليوتايد تو باي نيوكليوتايد، نيوكليوتايد نيوكليوتايد، كل خطوه بنسميها نيوكليوتايد. يعني كل ما بيمشي ماشيه المشي دي بيحصل ترانسكريبشن لنيوكليوتايد معينه، وده مهم جدا. بما اننا بنتكلم على عامل سيجما ولسه ما خلصناش من الارتباط بتاع دي ان ايه بروتين انتر اكشن واللي حصل هنا والتسبب في ان دي ان ايه ينفتح الى شريطين عشان يحصل ترانسكريبشن لاحد الشريطين،
خليني اعرفك انه عامل سيجما اللي موجود في دي ان ايه بوليميريز اللي احنا لسه مش عايزين نخلص منه لحد دلوقتي بيتكون من اكتر من نوع. يعني ايه من اكتر من نوع؟ يعني بكل بساطه العلماء اكتشفوا ان سيجما ما نقولش عليه سيجما وخلاص. هل هو سيجما العادي الطبيعي اللي موجود في الظروف العاديه اللي احنا عمالين نتكلم عليه دلوقتي، ولا في انواع تانيه؟ اكتشفنا انه في انواع تانيه. الانواع التانيه دي هي نوعين، اول نوع او نوعين هما مع بعض، واحد اسمه 32 سيجما 32، واحد اسمه سيجما 70. امتى يشتغل سيجما العادي اللي احنا بنتكلم عليه كل دون، وامتى يشتغل سيجما 32 وسيجما 70؟ العلماء قالوا ان سيجما 32 وسيجما 72 بيشتغلوا لغرض واحد بس، وهو تطلب الخليه الى بروتينات غير عاديه لتعرض الكائن الحي الى ظروف غير عاديه او ستريس او ضغط او اي ظروف غير عاديه تتعرض اليها الخليه، يبدا يشتغل ال 32 و70 لانتاج ار ان ايه من جينات ما بتشتغلش طول الوقت وما بتشتغلش على مدار الساعه، بتشتغل فقط عند وجود ستريس على الخليه او وجود ستريس على الكائن الحي. بكل بساطه اذا حدث مثلا ستريس على النبات في البيئه يبدا يشتغل ال 32 و72 لانتاج انزيمات لانتاج بروتينات تجعل الكائن يتكيف على هذه البيئه او على هذا الاسترس. يبقى البروتينات دي ما بتنتجش في اي وقت، ومش طول الوقت بتنتج في الخليه، تنتج فقط عند وجود ظروف غير طبيعيه في البيئه اللي عايش فيها الكائن. ومين اللي بيعمل الانتاج ده ومين بيتعرف على الجينات دي؟ هو سيجما 32 او سيجما 70. انما سيجما العادي بيشتغل لكل الجينات اللي موجوده في الظروف العاديه. اخر نقطه سالتك عليها المره اللي فاتت لازم اقولها لك، قلت لك هو ليه التتابع بتاع 10 × 10 ليه مش موجود في جي سي، وليه التتابع بتاع سالب 35 كان في جي سي؟ فاكر السؤال ده؟ خليني اقول لك الاجابه. بكل بساطه نرجع لاول حلقه في الكورس ده، التركيب الكيميائي لجزيء دي ان ايه. فاكر لما قلت لك ان ارتباط الجي والسي مع بعض بيكون بثلاث روابط كيميائيه، بينما ارتباط التي والاي مع بعض بيكون برابطتين كيميائيتين، ولذلك فك الثلاث روابط بيكون محتاج طاقه اكبر ومحتاج صعوبه اكتر من الرابطتين. لذلك في حاجة في علم الأحياء أو في علم الوصل بنسميها الجي سي كونتنت، محتوى الجينوم أو الجين أو التتابع أو السيكونس من الجي سي يؤدي إلى صعوبة فك اللولب، لأن الجي سي مرتبط بثلاث روابط. هنا إحنا محتاجين نفك ده. إحنا قلنا لأ، ده ما بيتفكش، ده بيبقى اسمه الكلوز كومبلكس، المعقد المغلق، مش محتاجين نفتحه ولا محتاجين نفكه. إنما هنا أنا محتاج أفك، ودي بداية الفك، ودي بداية انها فك اللولبين عن او الشريطين عن بعض. فمحتاج حاجة تخلي الفك سهل. الحاجة اللي بتخلي الفك سهل دي بكل بساطة هي ان وجود المنطقة بتاع سالب 10 غنية بالتي اي وخالية تماما من الجي والسي، فبيخلي فكها على مرور مشي الانزيم على الدي ان اي سهل. شفت التفاصيل؟ شفت تفاصيل كل حاجة بتفاصيل، وكل شيء خلقناه بقدر. يعني عشان الموضوع هنا محتاج فك وهنا مش محتاج فك، فهنا في جي سي وهنا ما فيش جي سي. بسيطة خالص. في منطقة البروموتور قلنا ان في بيتكون مركبين او معقدين، المفتوح والمغلق. تعال نبص بصة سريعة كده على المعقد المغلق، ونقول لك دور البروموتور في الزيادة او نقصان الاكسبريشن بتاع الجين. بمعنى انه لحظة الارتباط الاولى بين البروتين والدي ان ايه هي الكلوز كومبلكس، المعقد المغلق. حلو. عند منطقة 35. حلو. انتقال البروتين من منطقة المعقد المغلق الى منطقة المعقد المفتوح بتاخد وقت شوية او بتتعمل فورا. مين المتحكم في الموضوع ده؟ البروموتور. منطقة مهمة جدا جدا جدا، عشان كده واخدين فيها وقت طويل. البروموتور يستطيع ان يجعل كل ارتباط بكل بروتين منتقلا من منطقة المعقد المغلق الى المعقد المفتوح تصل الى، اسمع الرقم، 10 دقائق.
تصل الى 10 دقائق. ده وقت كبير جدا 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 في زمن وعمر الخلية ككل. يعني تخيل، اصل لما بيحصل ترانسكريبشن مش بيحصل ترانسكريبشن لمرة واحدة، الترانسكريبشن ممكن يتعمل مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فتخيل ان هو ممكن، اسمع بقى الحتة دي، ممكن يتعمل ترانسكريبشن لجين بعدد 3 ترانسكريبشن في 30 دقيقة، لانه ممكن البروموتر يخليه يعمل ترانسكريبشن او ينتقل من المعقد المغلق للمعقد المفتوح في 10 دقائق، وممكن برضه بروموتر تاني يعمل نفس الموضوع دون بس ينتقل المعقد المغلق الى المعقد المفتوح، اسمع، في ثانية واحدة. في ثانية واحدة، من 10 دقائق لثانية. يعني لو عملنا 3 ترانسكريبشن للجين اللي بيتعمل في ثانية ده هيتعمل في 3 ثواني، وممكن جين تاني يعمل 3 ترانسكريبشن في 30 دقيقة. البروموتر عظيم جدا جدا، عشان كده واخدين في وقت. بعد ما خلاص انتقل من المعقد المغلق الى المعقد المفتوح، وايا كان الزمن اللي هو اخده سواء كان كتير او قليل، خلينا نتعرف على ايه هي اول نيوكليوتايد يتم نسخها من الحمض النووي دي ان ايه الى الحمض النووي ار ان ايه. معظم الوقت اول نيوكليوتايد بيتم نسخها بتكون الاي او الجي، تكون الاي او الجي معظم الوقت. معظم الوقت اول نيوكليوتايد يتم نسخها بتكون الاي او الجي، احيانا بتكون السي، نادرا بتكون اليو. يبقى احنا قسمنا اول نيوكليوتيد الى 3 حاجات، معظم الوقت الاي او الجي، احيانا قد يحدث السي، نادرا ما يحدث ان اول ترانسكريبشن واول نيوكليوتيد تكون اليو. الكلام ده في اي منطقه؟ الكلام ده في المنطقه اللي هي دي موجب واحد. موجب واحد اللي احنا قلنا ان هي بدايه بقى الترانسكريبشن، بدايه الجين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والفيديوهين اللي فاتوا اللي هم بتوع الترانسكريبشن في البروكاريوت عجبتكم، وانتظركم ان شاء الله الفيديو اللي جاي في الترانسكريبشن في الايوكاريوت اللي هو مختلف شويه عن الترانسكريبشن في البروكاريوت. شكرا، واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم.